أهلا بحضراتكم من جديد. هذه جولة متجددة من الآن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن كبير مفوضي الولايات المتحدة والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون سيزور الصين غدا لبحث المفاوضات مع كوريا الشمالية. الخارجية الأمريكية كانت قد أشارت في بيان أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم أن بيجون سيزور العاصمة الصينية يومي الخميس والجمعة بعد زيارة لكل من كوريا الجنوبية واليابان. أوضحت أن المبعوث الأمريكي سيجتمع مع مسؤولين صينيين لمناقشة الحاجة للحفاظ على ما أسمته الوحدة الدولية بشأن كوريا الشمالية، كما سيحث بكين على مواصلة الضغط على بيونغ يانغ. يذكر أن الصين وروسيا قدمتا الاثنين مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي طبعا إلى مجلس الأمن الدولي لإلغاء بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. الكاتب الصحفي الأستاذ السيد هاني ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أستاذ سيد، أهلا وسهلا بحضرتك. إلى أي مدى ترى الولايات المتحدة أنه لا حل مع كوريا الشمالية أو لا مفاوضات بناءة إلا بدور صيني أكثر فاعلية؟ تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد والسادة المشاهدين. الهدف من الزيارة التي يقوم بها كبير مفاوض الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة الكورية ستيفن بيجون، الهدف من زيارته إلى الصين هو محاولة استثمار الانفراج الذي حدث في الأزمة أو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ أيام قليلة، وإلغاء بعض الجمارك التي كانت ستفرض على الواردات المتبادلة بينهما، محاولة استثمار هذا الانفراج في دور صيني ضاغط على كوريا الشمالية من أجل إبداء المرونة أو إبداء الرغبة في التخلي عن ترسانتها النووية. ولكن الصين لم تقوم بهذا الدور على الإطلاق، وسوف تواصل دعمها لكوريا الشمالية طالما الولايات لكن أستاذ حضرتك ترى أن المفاوضات التجارية أصلا للوصول إلى اتفاق أولي شملت قضايا أخرى غير تجارية ربما يكون من بينها كوريا الشمالية مثلا؟ لا، هي المفاوضات التجارية تمت بين خبراء في التجارة ومتخصصين في العلاقات الاقتصادية والتجارية، ولكن هذا التقدم الذي حدث والانفراج الذي حدث في الأزمة بين البلدين الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استثماره، لأنها تعلم تمام العلم أن كوريا الشمالية لا يمكن أبدا أن تقدم أي تنازلات بدون ضغط صيني. وكذلك الصين لن تتخلى عن دعم كوريا الشمالية طالما بقيت القواعد الأمريكية في شرق آسيا، في كوريا الجنوبية، في اليابان، في الفلبين، وبها العشرات من القنابل والصواريخ النووية التي على مقربة كبيرة جدا من الصين. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تدعم تايوان وتصدر لها أحدث أنواع الأسلحة وتحرضها على التصدي لمحاولات الصين استعادة تايوان إلى الوطن الأم. أيضا الدور الأمريكي المناوئ في هونج كونج، منذ أيام قليلة أصدر الكونغرس الأمريكي قرارا وأقره الرئيس الأمريكي فأصبح قانونا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بتقديم الدعم اللازم للمطالبين بالديمقراطية في هونج كونج بغية عزلها أو فصلها عن الصين واستعادتها إلى الهيمنة البريطانية والغربية. هذا سيد، ما هو طبيعة الأساس الذي تقوم الصين بدعم كوريا الشمالية عليه؟ فقط المناكفة مع الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة تدعم خصوم أو مناكفين للصين فسنقوم بالمثل بدعم خصم مفترض للولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ولا هناك أسس أخرى للدعم الصيني لكوريا الشمالية؟ التحالف بين الصين وكوريا الشمالية قائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما قسمت شبه الجزيرة الكورية إلى شمال وجنوب، كانت الصين وروسيا بتدعم كوريا الشمالية في مقابل ان الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بتدعم كوريا الجنوبية. فالتنسيق او ما يمكن وصفه بالتحالف الصيني مع كوريا الشمالية، وهو تحالف قوي يشمل مجالات متعددة، مجالات اقتصادية وتجارية وعسكرية وسياسية، هذا التحالف القوي هو في مواجهة التواجد الامريكي العسكري والنفوذ الامريكي السياسي. اقتصاديه وتجاريه، هذه استاذ سيد لها علاقه اخرى بعيدا عن واردات صينيه تذهب الى كوريا الشماليه او صادرات صينيه الى كوريا الشماليه، لان تقريبا كوريا الشماليه لن تصدر شيئا يذكر على المستوى التصنيعي او التجاري للصين. هو الحدود مفتوحه بين الصين وكوريا الشماليه،
وكوريا الشمالية من الدول القادرة على إنتاج أسلحة حديثة متطورة، وهي كانت تأمل أنها تدخل سوق السلاح العالمي بتصدير بعض منتجاتها من الأسلحة بغية الحصول على عملة صعبة وحل مشكلتها الاقتصادية، إنما هي بتحصل من الصين على كل احتياجاتها من المواد الغذائية ومن السلع الاستهلاكية. ومقابل هذا الدعم السياسي الذي أو التحالف القوي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بس عايز أشير إلى أن جولة ستيفن بيجون في هذه المنطقة شملت أيضا اليابان وكوريا الجنوبية، والهدف من ذلك هو تقاسم تكاليف الولايات تكاليف الجنود الأمريكيين اللي موجودين في القواعد الأمريكية في كل من كوريا الجنوبية واليابان. ترامب منذ جاء إلى السلطة ضغط على اليابان واستطاع أن يرفع تكلفتها أو مساهمتها في تحمل أعباء وجود حوالي 50,000 جندي أمريكي في القواعد اليابانية إلى حوالي إلى 4 أضعاف، وهو يمارس نفس الضغط على كوريا الجنوبية لمضاعفة مساهمتها في تحمل تكاليف القوات الأمريكية في القواعد الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية، وعددهم حوالي 28,500 جندي أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت الضغط أيضا على كل من اليابان وكوريا الجنوبية لشراء طيب معلش استاذ سيد يعني قبل مسألة الشراء هذه، الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب عندما يطالب الكوريين الجنوبيين بأن يزيدوا من حجم الإنفاق للقوات الأمريكية العاملة هناك من 2 ملياري دولار سنويا إلى 8 مليارات دولار سنويا، والرقم يبدو باهظ ومكلف للغاية، إذا كانت الولايات المتحدة صادقة النية في التقارب مع كوريا الشمالية، لماذا تدفع كوريا الجنوبية ولماذا تبقي كوريا الجنوبية على الجنود الأمريكيين باهظ الكلفة على ما يبدو في قواعد في كوريا الجنوبية؟ حسابات الولايات المتحدة الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية هي حسابات خاطئة. الولايات المتحدة الأمريكية لها هدف محدد في كوريا الشمالية، وهو تخلص أو تجريد كوريا الشمالية من ترساناتها النووية. تتصور أن كوريا الشمالية يمكن أن تفعل ذلك مقابل الحصول على بعض المساعدات الاقتصادية والمعونات وتحقيق نوع من الانفراج الاقتصادي من أزمتها الاقتصادية التي تواجهها منذ عدة سنوات، إلا أن كوريا الشمالية تعلم تماما أن بقائها كدولة على الساحة الدولية مرتهن ومرتبط بامتلاكها لترسانة نووية. لا أحد يثق في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في وعود الولايات المتحدة الأمريكية ولا في أي اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية. القوة العسكرية هي التي تحدد العلاقات الدولية وهي العنصر الحاكم في المواقف الدولية، وبالتالي كوريا الشمالية من تجارب العالم حولها تعلم تماما أن بقائها مرتهن بامتلاكها الترسانة النووية، وأعلنت قبل ذلك على ألسنة عدد كبير من المسؤولين أنها إذا تخلت عن الترسانة النووية فسوف تلقى مصير العراق وسوف يلقى كيم جونج أون مصير صدام حسين. طيب لكن أستاذ سيد يعني التجربة أيضا تقول بأن كوريا الشمالية بعتادها العسكري وبقدراتها الصاروخية وربما بالقدرة النووية لم تجلب لها ما جلبه الرضا الأمريكي على كوريا الجنوبية واليابان القريبتين أو المتاخمة بعضها لكوريا الشمالية. الولايات المتحدة الأمريكية بغضبها على فنزويلا مثلا، وهي التي تعوم على آبار نفط وعلى بحر من النفط تقريبا، تعيش على وقع مجاعة تقريبا ومعدلات تضخم جاوزت 1,000,000%. الرضا الأمريكي بالنسبة لتجارب هذه الدول مؤثر للغاية في رخائها أو تنميتها. كوريا الشمالية ليست في حاجة إلى الرضا الأمريكي. كوريا الشمالية بتحظى بدعم قوى دولية قوية هي روسيا والصين وكذلك عدد من الدول الحليفة لكل من روسيا والصين، وبالتالي هي ليست في حاجة إلى رضا أمريكا، بل هي بتهدد أمريكا. واستطاع كيم جونج أون أن يجبر رئيس أقوى دولة في العالم ترامب أن ينتقل من واشنطن إلى منطقة شرق آسيا للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية. التقى به أول مرة في سنغافورة ثم في هانوي في فيتنام ثم في المنطقة الفاصلة بين الكوريتين. لم ينتقل زعيم كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة، بل انتقل إليه الرئيس الأمريكي. وكوريا الشمالية لديها الآن الأسلحة النووية والترسانة النووية والصواريخ الباليستية التي تستطيع أن تضرب بها الولايات المتحدة الأمريكية في حال اشتعال أي مواجهة عسكرية بين الجانبين. لعلنا نتذكر أنه في أبريل عام 2013 عندما اشتدت الأزمة والحرب الكلامية فيها شبه الجزيرة الكلية، كوريا الشمالية هددت بتحويل اليابان إلى كومة من الرماد والدخان
هناك صناعات ثقيلة وهناك مجمعات صناعية ضخمة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية. لذلك فإن اليابان وكوريا الجنوبية تبذلان أقصى الجهود من أجل تخفيف حدة التوتر. وكأن حضرتك تقول أنه في النهاية تقريبا لن تصل الولايات المتحدة الأمريكية بإرادتها إلى تفاهم مباشر مع كوريا الشمالية. أشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ سيد هاني المتخصص في الشؤون الدولية منضما إلينا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.